Avem primele mărturii ale luptătorilor Hamas capturați de armata israeliană. Aceștia au povestit cum au fost instruiți să ucidă, să tortureze și să răpească civilii. Imaginile au fost date publicității de autoritățile israeliene. قتل الرجال يعني المدنيين الشباب مدنيين؟ ماذا مدني عسكري زيك؟ المدني هذا اللي كتبته كان معه سلاح؟ لا لا. كم طلقة ضربت عليه؟ من 2 إلى 3. فوين الطلقات ضربته؟ عن منطقة الصدر. منطقة الصدر؟ طخينا على الشبابيك والأبواب. لا. ومين طخيت هناك؟ طخيت مرة كبيرة. هي كانت قبالة ولا ايش فاهمني؟ تفاجأت فيها تخيل. وين الطلقة طبت فيها؟ في كتفها. اي وشو صار فيها؟ وقعت. انت قتلت كم واحد؟ واحدة. شو كمان قتلته؟ وواحد محمد بصل قتل واحد. مين الواحد هذا؟ يمكن 42 سنة. شو كان بيعمل؟ كان برش مية. كان معه سلاح الزلمة؟ لا 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 هو تفاجأ فيه. مدني؟ حسب الدين الاسلامي، مش انت اسلامي؟ الدين الاسلامي بيقول لك هيك تعال اقتل. لا لا، خليني افهم. هذه التصرفات انت ما بتشوفها يعني مش زي داعش هيك قتل المدنيين عشوائيا؟ صحيح صحيح. الدين منع عن، يعني النبي قال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تعقروا امرأة، لا زي فاهم عليك. الدين ما بحث على التشويه والتنكيل طب حسب الاسلام هيك تفوت وتقتل ناس ويقتلوا اطفال لا مش من الاسلام قتل اطفال. طب شو اللي صار؟ الدين الاسلامي يقبل هيك؟ ابدا. قلت لك انا لا تقطع شجره. يعني يحيى في اسمين في العالم عملوا اللي انتو عملتوه. مسموح انك تقتل مره هيك؟ ليش القتل هذا كله؟ شو اللي صار؟ مضحوك علينا احنا منهم. مغرر فينا ومضحوك علينا منهم. من مين مضحوك عليكم؟ من عين حماس. شو قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. انا هم اللي في قطر ولا في تركيا. وبيحكي باسم الاقصى والمسلمين وقاعد غاد وبعت لنا هنا. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القياده تاعت حماس. منهم من؟ اسمعين هنيه خالد مشعل